اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. صراط الذين أنعمت عليهم
الحبيب صلى الله عليه وسلم. باختصار نقف مع حضراتكم في لطيفة من اللطائف الكريمة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس بين أصحابه فدخل أعرابي ضجرا. شو يعني ضجرا؟ أفران، غضبان، متأففا، قال: أف يا رسول الله، متى الساعة؟ أبصر شو تكاين من المشركين، هل تسمع عنها يوميا يمكن؟ لما تضيق عليك الأرض بما رحبت يغتاب الحالة، شو تقول؟ أول واحد يموت، يا رب اعطيني الساعة، أمر طبيعي. شعور إنساني بالفطرة. يا رسول الله، متى الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نعرف أن الساعة موعده والساعة أدهى وأمر، الشغلة بسيطة. فقال: ويحك، وماذا أعددت لها؟ عيش بكي يعني إلى قيامة. يعني هذا سؤال لكل واحد منا، ولا تريد تقول إلى قيامة وردني أقول شو مركب؟ شو يعني السواد اللي عاملها؟ اسمع العرابة قديش كان بكي. قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عمل، ما في مش كثير إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي: ما عليك، أنت معي في الجنة. يعني وين يحب الله ورسوله؟ يعني هاش قل بس. طبعا يعني ليست الشغلة كثرة العبادة، احنا قلنا مرة، بل مرارا القضية لن تدخل الجنة بعملك. لو ظلتك تصلي 80 سنة تبكيش عليها. في شيء، في إحساس، في حب. لما النبي مدح أبا بكر الصديق شو قال له؟ قال: ما سبقكم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن لشيء قد وقر في قلبي. هذا الحب، الدين كله مبني على الحب. هذا الشاهد إن شاء الله نكون نحن من المحبين حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو الباب، ما في باب آخر، ما في طريق أخرى، ليس موضوع. نوديه عليه الصلاة والسلام 3 أبيات من الشعر، حابين تسمعوا منه؟ يلا صلوا عليه. يقول الشاعر: يا رسول الله، عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا ينظر. إذا بتصل لدرجة إنه ما تفكرش غير بالنبي، حب النبي، معناته أنت شو بدك بعد؟ عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر. إذا تحدثتم ففي حديث جمالكم، وإذا سكت ففيكم أتفكر. شو بالتالي بقول؟ حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. صلوا على سيدنا وعلينا وعلى خيرنا محمد، صلوا عليه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا